ايش يجيك ايحاء لما تسمع اعلام مكه او ايش تحس معناها؟ يمكن التصميم العمراني البصري اعلام مكه ممكن تكون على المدينه مش على المسجد الحرام. انا الان واقف جنب حد من الحدود اللي تبين حرم مكه، انك الان داخل الحرم، يعني انا الان داخل الحرم، لو عديت هذا الحد او هذا العلم كذا حخرج من منطقة الحرم. وكثير من الناس لما تقول لهم حرم يعتقدوا الكعبة وصحن الطواف هذا هو الحرم، لكن كلمة الحرم أوسع بكثير، لأن الحرم تقريبا عشرات الكيلومترات خارج الحرم اللي احنا نعرفه، هذه كلها حرم. وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام حدود مكة وحدود حرم مكة بدلالة سيدنا جبريل عليه السلام. واليوم تقريبا في اكثر من 1104 حد وعلم منتشره كذا حول مكه بطريقه رهيبه عشان تبين لكم ونعرف الحدود. بس ليش اصلا نعرف انه في حد، وليش اصلا نعرف انه احنا داخل مكه وخارج مكه، وليش يفرق معانا هذا الموضوع كثير؟ لانه موضوع انك داخل حرم مكه او خارج حرم مكه حيفرق في موضوع الشرائع والاحكام الدينيه. مثلا الصيد او الاحرام او اقتلاع النبات. أشهد أن لا إله إلا الله. اليوم في ميكروفونات بس اكيد زمان ما كان فيه، فكانوا يعتمدوا على بس الصوت. برضو نفس الاداء هذا، كيف كانوا يؤذن؟ لانه كانت المناير طعوا المناير. بس احنا طبعا ما لحقنا ده ما لحقنا الكلام. جيت على المايكات، جينا على المايكات، جات المايكات ونعمل يعني طبعا كانت ما في بيوت كثيره في مكه موشه، فلذلك تسمع الصدى سبحان الله وصوت الحق يوصل.